تنسيق الدبلومات الفنية 2023 تعليمات مهمة لتسجيل الرغبات. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية. فتح موقع التنسيق الإلكتروني الباب لتنسيق الدبلومات الفنية 2023 بهدف تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية دبلوم المدارس الفنية ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظاما السنتين بعد الثانوية عام 2023. بدأ يوم الاثنين أول أيام مرحلة تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاثة سنوات والخمس سنوات وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويتيح موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية دبلوم المدارس الفنية ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظاما السنتين بعد الثانوية عام 2023 حتى يوم الخميس الموافق 14 من سبتمبر 2023 حتى يوم الخميس الموافق 14 من سبتمبر 2023. تنسيق الدبلومات الفنية 2023 تعليمات مهمة للطلاب. وأكدت وزارة التعليم العالي أن هذه الخدمة تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات في وقت حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول، وسيكون متاح قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة لاختيار الرغبات، مشيرة إلي أنه بعد الانتهاء من إدخال الرغبات يمكنك طباعة الرغبات التي تم إدخالها والحصول على إيصال برقم محدد ومؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، وإذا تم تعديل الرغبات عدة مرات وهذا متاح يقوم الحاسب الآلي بحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل تم على الموقع الإلكتروني. أوضحت الوزارة مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة. وجاء تنسيق القبول لطلاب الدبلومات الفنية على النحو التالي: 1- دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقا للآتي: دبلوم المدارس الثانوية التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق بنسبة 6% فأكثر. 2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقا للآتي: دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التجارية والصناعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي ودبلوم المدارس المتقدمة التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق نظام الخمس سنوات ودبلوم الساليزيان الدوني بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل ودبلوم مركز التكنولوجيا المتميز بنسبة 6% فأكثر. دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض التابعة للجامعات ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة شعبة تمريض عام بنسبة 75% فأكثر. تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خطوات تسجيل الطلاب المعاهد المتوسطة: دخول الطالب على موقع التنسيق من هنا ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به. يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح الخطوة التالية.
يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بت لتعديل رغباته في أي وقت حتى غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها. تسجيل الطالب رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها، حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله. الكليات المتاحة لجميع تخصصات الدبلومات الفنية. نستعرض فيما يلي الكليات المتاحة لجميع تخصصات الدبلومات الفنية 2023 والحدود الدنيا للقبول في الكليات العام الماضي نظير كل كلية كما يلي: كليات الدبلومات الفنية تعليم صناعي نظام 3 سنوات، كليات الدبلومات الفنية تعليم تجارة نظام 3 سنوات، كليات الدبلومات الفنية تعليم زراعة نظام 3 سنوات، كليات الدبلومات الفنية تعليم سياحة وفنادق نظام 3 سنوات، كليات الدبلومات الفنية تعليم صناعي نظام 5 سنوات، كليات الدبلومات الفنية تعليم تجارة نظام 5 سنوات، كليات الدبلومات الفنية تعليم زراعة نظام 5 سنوات، كليات تقبل من المعاهد المتوسطة. رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023. رابط موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الرسمي. يمكن الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال التالي: رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023. الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية. يتطلب التقديم في الكليات والمعاهد بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الأوراق التالية: استمارة شهادة الدبلوم الفني من الأوراق المهمة للالتحاق بتنسيق الدبلومات الفنية. أصل شهادة الميلاد حتى يتمكن الطالب التقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية. يتطلب التقديم في الكليات والمعاهد بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الأوراق التالية: استمارة شهادة الدبلوم الفني من الأوراق المهمة للالتحاق بتنسيق الدبلومات الفنية. أصل شهادة الميلاد حتى يتمكن الطالب التقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية. عدد 6 صور شخصية كي يستطيع التقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية: صورة من بطاقة الرقم القومي واستكمال أوراق تنسيق الدبلومات الفنية. نموذج 6 جند ضرورة أن يحصل عليه الطالب للتقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية: شهادة الحصول على لقاح كورونا لا يمكن الاستغناء عنها في تقديم تنسيق الدبلومات الفنية.